أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحتك في رياضتك. النهاردة معنا لقاء خاص جدا، معنا لقاء ينتظر الجميع، وهي بطولة أقيمت الأسبوع الماضي وهي بطولة تايتانيوم، وكان يعني بطولة من نظر الجميع كانت موفقة جدا جدا يعني، وكانت بطولة دعم للأبطال، وإحنا دائما بنشجع كل الكباتن والناس اللي هم المدربين الكبار والجيمات الكبيرة اللي ليها سيستم، إزاي تدعم الأبطال وإزاي تعمل بطولات زي كده وتكون البطولات دي مهمة جدا للأبطال. خلينا نرحب الأول بضيوفنا، طبعا معنا الكابتن محمد شوقي اللي عمل لنا البطولة الكبيرة، صاحب جيمات تايتانيوم. أهلا بك كابتن محمد. أهلا بيك يا كابتن، شرفتنا ونورتنا. أهلا بي، ربنا يحفظك. معانا الابطال اللي فازوا ايضا بالبطوله، معانا طبعا اسلام سامي. اهلا بك يا اسلام. اهلا بك يا كوتش، الله شرفتنا ونورتنا. ومعانا حسن جمال. اهلا بك يا حسن. تمام. خلينا الاول نبدا مع الكابتن محمد شوقي. كابتن محمد، منين جت الفكره للبطوله؟ يعني منين تعرف النهارده بطولة زي كده بتتكلف ماديات كتيرة، بتعوز استعداد كبير، تجهيز كبير، ازاي فكرت في البطولة ديت؟ ودي اعتقد السنة التانية على التوالي؟ مظبوط، ايوه دي تاني سنة. ايوه التانية على التوالي. منين جت من البداية، من العام الماضي الفكرة لبطولة تايتانيوم؟ هي الفكرة جت لي لما طلعت اكتر من بطولة لعبتها بره. تمام. كلاعب مش كمنظم. وحسيت ان في بطولات قويه جدا بتتلعب بره، وحاسس ان احنا في مصر يعني عندنا امكانيات كويسه جدا وعندنا شباب كويسين جدا. يعني الشباب بتوعنا بيسافروا يلعبوا في الكويت وفي الامارات وبيلعبوا البطولات اللي في الدول العربيه واحيانا بطولات عالميه كمان، فحاسس ان احنا مفتقدين في مصر حاجه زي كده. فانا حاولت ان انا اعمل حاجه قريبه جدا من اللي بتتعمل بره، تبقى موجوده عندنا في مصر وتبقى حاجة مشرفة وفرصة للأبطال اللي موجودين في مصر ان هم يلعبوها في بلدهم اولى. تمام. يعني انت عشان كنت بطل وحاسس بالأبطال فحبيت ان انت تعمل ده في مصر. يعني احنا انا فعلا بأيدك في الرأي، لان كنا بنشوف ده في الكويت، بنشوفه في الامارات، بنشوفه في الدول دي، نقول ازاي عندنا في مصر ما نعملش حاجة زي كده؟ يعني اكسجين في مصر، في الكويت بيعمل بطولة زي كده، ليه ما يبقاش عندنا في جيمات كبيرة في مصر ما شاء الله تعمل البطولة دي؟ طيب البطولة دي يعني قدرت ازاي تجهز لها؟ يعني كجوائز، كتحط فئات، ليه ما عملتش فيها بادي بيلدينج؟ يعني تخليتها كلها فيزيك فقط لا غير. يعني لان انا بستهدف فئة معينة من الشباب اللي هم يعني انت عارف الاتجاه دلوقتي بدا يبعد. انت اصلا يا كابتن محمد كنت لاعب فيزيك؟ يعني انا اصلا لاعب فيزيك. فانا يعني تقدر تقول شبه متحيز شويه للعبه. تمام. اللي انا بلعبها. تمام. فعلشان كده انا حبيت، يعني حاسس ان خلاص كمال اجسام اخذت حقها وزياده كمان. لا، والفيزيك بقت لعبه شعبيه. بقت لعبه شعبيه. ولا زالت بقت اكتر من كمال اجسام. بالظبط، ده حقيقي. ايوه تمام. فانا حبيت ان انا يعني اتبنى الفئات الجديده والالعاب الجديده اللي في المجال بتاعنا. بعيد عن مجال كمال الاجسام. طيب احنا شفنا في البطوله دي يا كابتن محمد، احنا متعودين على الفيزيك وكلاسيك والحاجات دي، اول مره تدخل البيتش بادي، جت منين الفكره دي؟ هي فكره البيتش بادي جت بمنتهى البساطه من ان انا حاسس ان في لعيبه كتير بيخافوا يدخلوا بطولات بسبب ان هم خايفين من المنافسه الشديده اللي بتكون موجوده في البطولات. في ناس واخده فكره ان بطولات كمال الاجسام والفيزيك والحاجات دي يقول لك هو لازم يكون واخد استرويد، لازم يكون واخد منشطات. ففكره البيتش بادي بتخلي اي لاعب بمنتهى البساطه في الجيم بيتمرن عادي جدا، معتمد على ان هو بيعمل تغذيه سليمه وبيتمرن تدريب في الجيم عادي جدا، ان هو من حقه ان هو كمان يشارك في بطوله زي دي ويحقق فيها مركز. تمام. ودي عندنا يعني فئة كبيرة جدا من الشباب زي كده. تمام. يعني بالنسبة لهم موضوع البطولات ده حاجة بعيد قوي عن ان هو يوصل لها. فلا، احنا بنقدم لك حاجة تقدر تشارك فيها بمستواك. صحيح. خلينا بقى ننتقل لإسلام سامي. إسلام، انت لعبت بطولات قبل كده؟ لا، دي كانت أول بطولة ليا. أول بطولة وتلعب في البيتش بادي على طول؟ اه. يعني طيب قول لنا إحساسك، يعني هل انت كنت رايح البطولة عارف ان انت هتكسب؟ يعني انت ما شاء الله، أولا مين مدربك؟
والله مدربي كابتن اسماعيل بندق، حضرتك لو تعرفه. حبيبي طبعا، بطل عالم واخ غالي، وطبعا خبير كابتن اسماعيل يعني. طبعا طب يعني انت رحت البطوله واول مره تشترك في بطوله، مش كده؟ طيب استعدادك للبطوله كان عامل ازاي؟ والله انا كنت محضر قبل البطوله ب10 اسابيع. تمام تحضير عادي جدا. انا اول مره اخش بطوله طبعا كنت متابع مع كابتن اسماعيل وكابتن يوسف. خطوه بخطوه. تمام. بس وكنت تابع برضه مع كابتن محمد، كنت بكلمه اقول له اعمل ايه، الدهان اجيبه منين التان كده. هو كان بصراحه كان متعاون الكابتن محمد شاور معانا جدا يعني جدا، مش يعني مجرد راجل بقى منظم بطوله ومشغول على في البطوله. فكرة انا لسه اعرف كابتن محمد من بعد البطوله، يعني اعرفه شخصيا من بعد البطوله. لكن هو كان بيرد عليكم قبل بيرد البطوله؟ على اي حد، مش انا وحدي. تمام. يعني انا كلمته من كذا رقم مش رقم واحد. تمام. وهو كان بيرد علينا كلنا نفس الجواب. تمام. يعني حضرتك تمام. عايز حاجه بتاخدها. وده يعني ده يدل ان الراجل بيحب اللعب، عاشق اللعبه، لان هو كان بطل في اللعبه، فبالتاكيد هو لازم يرد مع 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 على الناس يعني. حسن جمال، اهلا بك يا حسن. اهلا وسهلا. حسن، مين المدرب بتاعك؟ كابتن محمد سامي. كابتن محمد سامي طبعا الحكم الدولي والقامه الكبيره يعني. قول لي استعديت البطوله ازاي؟ هو في الاول كنت بتمرن، يعني ما كنتش حاطط في دي اول بطوله دي؟ كانت اول بطوله. انا مش حاطط في دماغي اصلا هدف ان انا ادخل اي ماتش جاي. جت بطوله تيتانيوم فقلت طب انا بتمرن، تمام، بلعب كويس، باكل كويس، تمام، ليه ما ادخلش البطوله؟ تمام. الحمد لله يعني كملت واتمرنت وظبطت اكلي. جيت في الاخر كابتن محمد سامي الصراحه وقف معايا كويس جدا في الاخر. تمام. وقدرنا نوصل شيب كويس، طلعنا بيه على الستيج الحمد لله، يعني عملنا مركز اول. بس تمام. قول لنا يعني انت اول مره تنزل بطولة، اول مره ما خفتش بقى ومن المسرح من كانت اول طلعه، كان في اعداد كبيره في اول طلعه ليا كانت على الستيج. طبعا عشان اول مره في حياتي ادخل ماتش او اطلع على الستيج كانت رهبه. تمام. لكن نزلت صفيت، طلعت تاني خلاص بقى انا كل اللي في دماغي، انا مش شايف حاجه قدامي غير ان انا اول ان شاء الله. بس تمام. كابتن محمد، يعني شباب اول مره ينزل بطوله واول مره يستعدوا، ما شاء الله فازوا بمراكز اولى، البطوله ما هي ناجحه، ليه في انتقادات وجهت للبطوله ان البطوله التحكيم كان سيء؟ يعني في ناس كثيره على السوشيال ميديا قالت ان التحكيم كان فيه مشكله في التحكيم، رغم ان دي ابطال اول مره تنزل، مش ابطال يعني نزل بطولات قبل كده. ليه الانتقادات اللي وجهت للبطوله دي؟ هو في البدايه خلينا نكون متفقين ان مفيش لاعب بيشترك في بطوله علشان يخسر. صحيح. يعني اي لاعب داخل البطوله هو داخل عشان يجيب اول. ده صحيح. زي ما البطل قال انا داخل عامل حسابي ان انا داخل جايب اول. ده حقيقة. تمام. ايا كان العدد اللي في البطوله هيتاخد منها اول وتاني وتالت، مستحيل هيكون في اكتر من كده. ده صحيح. تمام. هم ثلاث مراكز في كل فئه، ده غير المراكز اللي هي العشرة الأولى اللي هي التوب 10، لكن أنا بتكلم على الميداليات أو الجوائز المالية. تمام. فبالتالي كل ما كان عدد اللعيبة المشاركين في البطولة كبير، بالتالي كل ده عدد اللعيبة ده في البطولة. يا كابتن محمد الناس وهي بتسخن. تمام ما شاء الله. تمام اتفضل يا كابتن اتفضل. فبالتالي عدد اللعيبة لما بيكون كبير، عدد اللعيبة اللي بتخسر كمان بالتالي بيكون كبير. تمام. فمن هنا جت الانتقادات ان انت عندك عدد لعيبه، يعني احنا كان الماكسيمم اللي كنا متوقعينه في البطوله ان احنا يدخل لنا 300 لاعب. تمام. احنا اتفاجئنا ان عدد اللعيبه المشاركين معدي ال 400. ما شاء الله. فبالتالي شاء الله. العدد ده كله انت هتاخد منهم اول تاني تالت في كل فئه، وكل اللي طلع خسر ده بيقول انا ليه خسرت. تمام. وده السؤال اللي اي حد اي لاعب في اي فئه بيساله هو نازل من على الستيج، هو صحيح. انا ليه خسرت؟ صحيح. انا شايف ان انا كنت استاهل ان انا اكون مركز اول او تاني او تالت. صحيح صحيح. فدي حاجه دي حاجه طبيعيه. تمام. كم فئه كابتن كانوا مشتركين في البطوله؟ ثلاث فئات. طيب يعني ممكن تشرحهم لنا في عجاله كده؟ فئه الفيزيك. تمام. دي الفئه المعروفه بتاعتنا. جميل. وفي طبعا فئه الفيزيك المواصفات بتاعتها اللي هي المواصفات العالميه معروفه اللي احنا اتكلمنا فيها في فيديو سابق قبل البطوله. تمام. وفي الفئه الثانيه اللي هي الماسل موديل. تمام. والفئه الجديده اللي احنا طب احنا بس برضو عشان مستمعينا اللي بيشوفونا على الصحه والجمال، جمهور مختلف شويه غير جمهورنا، عايزين كل فئه تشرحها لنا كده بتتقيم ازاي يعني في عجاله كده. اتفضل.
يعني هنبدا بالفيزيك طبعا. فئه الفيزيك يعني بتكون بنسبه كبيره جدا السيمتريه هي جميل. اللي عليها العامل الاكبر في الـ في الـ في الفوز بال في الفئه جميل. دي وزيها زي كل الفئات زي البيتش بادي مشتركه معاها في حاجه زي كده وزي الماسل موديل واعتقد طبعا كمال الاجسام نفس الحاجه جميل. السيمتريه بتلعب دور كبير صحيح. جدا ده صحيح. لكن لو احنا هنحطها في وجه مقارنه مثلا عشان نوضح للجمهور مثلا ايه الفرق ما بين الفيزيك وما بين البيتش بادي تمام. الفرق بينهم بسيط جدا. هو عباره عن ان درجه النشافه اللي بيكون ظاهر بها اللاعب على المسرح ما بتكونش الدرجه القصوى زي لاعب الفيزيك او لاعب المسل موديل. لاعب البيتش بادي بيكون يعني تقدر تقول كده ايه يعني شكله عادي جدا محمل شويه محمل شويه مش ديفينيشن عالي مثلا بالظبط كده مفيش الديفينيشن العالي اللي بتشوف بيه لاعب الفيزيك تمام. ده الفرق ما بين الفيزيك وما بين البيتش بادي. لكن كسيمتريه كمقاييس للتحكيم هي نفس المقاييس تمام تمام. كابتن يعني هل دي برضو مشكله واجهتك ان لما العدد بقى كبير كان في اتاخرتم يعني في ناس قالت ان البطوله احنا وازنين من الصبح من الساعه 10 على ملعبنا هناك على الساعه 5 او 6 مساء كل ده اللعيب فيه لعيبه قطع ميه في لعيبه قطع يعني مجهده جاي من سفر تعبانه الميزان في نفس اليوم واللعب في نفس اليوم ليه ما خلتوش الميزان في يوم واللعب في يوم او قسمتوه على يومين؟ اقول لحضرتك احنا لما عملنا دراسه جدول السنه اللي فاتت وطرحنا على الناس السؤال ده وقلنا لهم يا جماعه احنا هنعمل الميزان يوم الخميس واللعب يوم الجمعه تمام. كميه الاعتراضات من اللعيبه اللي جايين من القاهره واسكندريه والمحافظات الثانيه غير المنصوره كان عندهم مشكله كبيره جدا في الموضوع ده صحيح. لان هو مش عايز يجي يبات لا هو عايز يجي على طول مره واحده يخلص من البطوله يوزن ويلعب على طول رغم ان دي مشكله كبيره هو بيضيع هو بيبص لها بصه ماديه انه هيبيت فين وهيصرف مثلا في فندق بالزبط. او كده لكن هو لو بص للتجهيز فتره التجهيز الطويله اللي بيجهزها وبيصرف عليها هلاقي العمليه بسيطه جدا لان اللعيب لازم يستريح هو بره بيعملوا كده مفيش لعيب بيوزن وبيلعب في نفس اليوم لان اللعيب البادي بيلدنج ليه مقاييس معينه خاصه اللعيب الفيزيك بيبقى نشوفيه عاليه جدا قطع ميه قبلها بفتره الكارب برضه مقلل الكارب حاجات كده فدي مشكله كبيره فدي كان لازم ان انتم تعلنوا على ده بس لكن اعتقد ان العدد الكتير هو اللي عمل المشكله دي ده حقيقي احنا كنا فعلا حاطين حد اقصى للعدد المشتركين 300 وكنا حاطين ديدلاين للاشتراكات كان لحد يوم 25 تمام. جات لنا تليفونات كتير جدا من لعيبه ومن مدربين معاهم فرق جايين لسه نازلين من بره هينزلوا على يوم البطوله بس او نازلين مصر قبلها بيوم فكانوا بيقولوا لنا يا جماعه احنا هنسجل في يوم البطوله تمام. فتوقعنا ان احنا ماكسيمم مثلا هيدخل لنا مثلا 50 لاعب زياده بقوا 350 تمام. لكن ان احنا يدخل لنا اكتر من 400 لاعب ده فعلا كان عامل ضغط كبير جدا علينا كمنظمين وعلى لجنه التحكيم اثناء التحكيم تمام. حسن قول لي يعني انت صرفت قد ايه بقى في فتره التجهيز؟ ما كنتش بحسب الصرف والله سواء يعني كان الاكل بتاعي المركز الاول كان كام؟ المركز الاول خد 15 يعني انت ما شاء الله انت يعني كده جهزت ب 6 7 حسن يعني لا بس لو هنحسبها اكل يعني الاكل احنا صرفنا اكل كتير يعني دي حافز كبير ليك يا حسن يعني انت لا ما تحسبش ماديا قد ما هي بتتحسب طبعا حافز يعني في اللي جاي تمام. خلينا ناخد التليفون اللي معانا هدى من القاهره. اهلا بيك يا هدى اتفضلي. الو يا فندم اتفضلي. الو السلام عليكم. عليكم السلام. انا هدى خالد اسلام. ما شاء الله ازي حضرتك. اهلا وسهلا بيك حبيبي. اهلا بيك. ايه رايك في ايه رايك في اسلام بقى يعني واللي وصل له والمركز اللي هو فاز بيه؟ عايز حضرتك بس توطي صوت التلفزيون شويه عشان تقدر تسمعينا واسمعينا من الهاتف افضل يعني. حاضر اتفضلي حضرتك. نعم حضرتك بتقول ايه؟ بقول لك يعني ايه رايك في اسلام يعني كشاب جميل وفاز بيه جامد 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 يعني يعني انت كنت بيه وفخوره بيه كنت متوقعين انه يحصل على المركز الاول؟ لا والله جات لي كده مفاجاه لحد دلوقتي انا مش قادره اصدق ان هو قدامي في التلفزيون. الف مبروك يا اسلام. طب هو بقى يعني المكافاه اللي خدها دي بقى جاب لك هديه وجاب لمامته ولا المكافاه قفل عليها؟ انا شفته كده دي هديتي ان انا شفته قدام عيني كده في التلفزيون دي اكبر هديه ليا.
هو اسلام ان شاء الله هيبقى بطل، وبطل كبير جدا، يا رب والبطوله دي يا رب حافز كبير ليه، يكون احسن واحد في الدنيا كلها يا رب. لان عايز اقول لحضرتك ان البطوله دي بطوله قويه جدا، وبطوله معروفه يعني من اكبر البطولات اللي اقيمت في مصر ويمكن في الوطن العربي، لان بطوله بسم قويه الله ما شاء جدا. الله، بسم الله ما شاء الله، فانت تفتخري نتقدم باسلام، نتقدم ان شاء الله تفتخري باسلام، وان شاء الله اسلام يكون حاجه كبيره في الفتره القادمه. بنشكر يا رب حضرتك وعلى اتصالك. اسلام يعني خالتك مبهوره بيك، ده يديك حافز ان انت الفتره القادمه سواء بقى خالتك، صحابك، اصدقائك، البطوله دي بطوله قويه، بطوله التيتانيوم يعني من اقوى البطولات اللي اقيمت في مصر خاصه في الفيزيك، واول مره تشارك في الباتش بادي، وده هتبقى على فكره باسمكم، ودي بيحملك مسؤوليه كبيره. بتستعد بقى للفتره القادمه ازاي؟ والله يا كوتش انا المفروض ان انا بجتهد، وطبعا بحضر لبطوله تانية ان شاء الله، اقرب بطوله هتيجي انا طبعا هخش فيها، كسبت خسرت ما مش مشكله عندي قد ما المشكله لان لازم اخش اساسا اي بطوله تخش تيجي لي تاني. تمام. كابتن اسماعيل بندق خد منك من المكافاه؟ لا لا ما خدش خالص، ده بالعكس ده قواني اكتر. هو اسماعيل بندق كمان يقف مع الناس من غير مقابل، وبيشجع حقيقة الناس وبيهتم بالناس، لان هو بطل وبطل كبير جدا. حقيقة يعني حقيقة. حسن حسن عايزك تقول لي يعني المرحله القادمه انت شايفها ازاي؟ ان شاء الله يعني الواحد بيفكر برضو في الماتشات اللي جايه. هل في بطولات بتستعد لها؟ يعني في اقرب حاجه ان شاء الله. شباب عايزين نشوف الفيديو، عايزين نشوف الفيديو. استاذ علي معانا؟ طيب ناخد التليفون ده للاستاذه ناديه من القاهره، اتفضلي. استاذه ناديه من القاهره. الو. ايوه يا فندم اتفضلي. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عايزه اسلم على حضرتك طبعا، ربنا يحفظك، وعايزه اقول لك فرحانين طبعا باخويا جدا جدا جدا، ويا رب نشوفه في احسن حال ان شاء الله، ومبسوطين جدا انه وصل للمرحله دي. اخوك هو مين عنده بقى؟ اراده جامده جدا، لما بيحب حاجه بيعملها يعني. اخوك مين؟ حسن جمال. حسن؟ ما شاء الله، حسن حد جميل وبطل، ولازم تقفوا جنبي منه بقى وتشجعوه. لا بنشجعه كلنا، احنا فرحانين بيه جدا طبعا، ربنا يحميه ان شاء الله. استاذه ناديه كنت متوقعه ان حسن يفوز، يعني بطوله قويه زي ديت وبطوله كبيره، كنت متوقعه ان هو يفوز؟ والله هو ارادته كانت بتخلي الواحد مطمن، لان هو ما بيحب يوصل لحاجه بيتعب فيها جامد. تمام. طيب ربنا اكيد ما عوض تعبه ده خير ان شاء الله. انت خلينا بقى اكلمك بصراحه، يعني هو جاب لك هديه ولا حاجه من المكافاه؟ لا والله احنا اللي بنشجعه، احنا اللي هنهديه ان شاء الله. ينفع كده يا اسلام؟ ينفع كده؟ هو كده بيتعب حسن بصراحه فيستاهل. يعني عايز اقول لحضرتك حسن واسلام اللي موجودين معانا نموذج مشرف للشاب المصري طبعا. للشاب اللي هو لسه صغير السن وبيلعب رياضه وجسمه جميل وبعيد عن المخدرات، بعيد عن اي حاجه وحشه، يعني ده شباب مصري يحتذى به يعني. بنشكر حضرتك وعلى مداخلتك يا استاذه ناديه، ودايما بالتوفيق ان شاء الله لحسن، ان شاء الله نشوفه بقى معاه كارت الاحتراف قريبا وفي بطولات بقى المحترفين ان شاء الله. كابتن محمد يعني اولياء الامور مبسوطين، انت خلقت سعاده وخلقت حاجه جميله للابطال، بطل زي ده النهارده. في مشاكل في الاتحاد المصري، في مشاكل في سفر اللعيبه للخارج من ناحيه السفارات، ان انت تعمل بطوله النهارده وتدعم بطوله زي دي تكون فيها مكافآت ماديه ولو اقل من كده، بس انت عملت روح كبيره للشباب ديت. عايزين تقول لنا يعني البطوله ديت، صدقني سيبك من الانتقادات وسيبك من الكلام ده، انا كاشرف الحوفي بقول لحضرتك انت عملت حاجه عظيمه جدا في البطوله ديت. المرحله اللي جايه بتجهز لنا بقى البطوله بالشكل اللي عامل ازاي؟ باذن الله هيكون التنظيم بتاع البطوله هيكون اقوى من كده بكتير جدا. اي اخطاء وقعنا فيها السنه دي او السنه اللي فاتت باذن الله هنتداركها ومش هنقع فيها باذن الله السنوات القادمه. طيب خلينا بس ناخد التليفون ده معانا ونكمل مع حضرتك. استاذه هاله من القاهره اتفضلي. الو. يا فندم اتفضلي، ازي حضرتك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا هاله من القاهره بنت خالد حسن. يا اهلا وسهلا يا فندم، يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، انا كنت عايزه اقول لحسن الف الف مبروك، ويا رب دايما كده من نجاح لنجاح. يا رب ان شاء الله. انت شايفه حسن يعني الفتره اللي هي قبل البطوله
كان بيجهز ازاي للبطولة؟ يعني هل كان واخد الموضوع بسيط كده، ولا كان بيستعد جامد وكان واخد الموضوع؟ لا بصراحة ده كان مستعد جدا وكان بيتعب. عايزة أقول لحضرتك إن اليوم بتاع البطولة حسن كان مطبقه وكان عنده امتحان في الجامعة كمان، تمام. فاللي هو كنا احنا كمان قلقانين عليه جدا إن هو تمرين وسفر وامتحان، فبصراحة ربنا يوفقه ما قصرش في أي حاجة يعني، ربنا يكرمه ويفرحه يعني. شكرا ليك يا استاذه هاله، وبالتوفيق دايما لحسن، ان شاء الله نشوفه في حاجه كبيره الفتره القادمه ان شاء الله. اتفضل يا كابتن محمد. وباذن الله احنا بنسعى يعني ان شاء الله البطوله الجايه، او حتى لو يعني الانتقادات اللي حصلت والحاجات دي ما خلتكش قلت بقى انا هعمل اللي انا عمال بصرف وبعمل شغل عالي ومكافئات وتجهيز وتعب وشقه، خلاص مش هعمل حاجه زي كده تاني؟ لا بالعكس، بالعكس ده يعني اللي حصل السنة دي والسنة اللي فاتت مخليني حابب ان انا اكمل بصورة اقوى وبصورة افضل، تمام. وبنسعى ان شاء الله ان يكون في كارت احتراف باذن الله في البطولة بتاعتنا. ما شاء الله، يعني ده خبر خاص لبرنامجنا ان شاء الله البطولة القادمة هيكون فيها كارت احتراف باذن الله. ما اقدرش اوعدك ان هي القادمة، بس باذن الله احنا بنسعى يعني في اقرب وقت باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. طيب عايزين حضرتك تقول ايه للجيمات الكبيرة اللي زي حضرتك كده ورجال اعمال اللي هم النهارده ازاي يعملوا بطولات زي البطوله اللي حضرتك عملتها، نشجعهم ازاي وان هم يعملوا بطولات زي كده دعم للشباب دي؟ بالظبط، هو دي الحاجه اللي ناقصانا. يعني احنا عندنا الامكانيات وعندنا الفنيات كمدربين وكلاعيبه وكحكام دوليين، بس احنا بينقصنا او بينقص الشباب اللعيبه اللي في الجيمات دول ان هم يكون في ليهم دعم مادي ولو دعم بسيط. ده صحيح، لان هم فعلا اللعبه دي من الالعاب اللي فعلا مكلفه جدا جدا جدا. ده حقيقي. يعني اقل لاعب علشان يطلع بس على الاستيج بيكون صارف مبلغ كبير جدا جدا. تمام. فاحنا محتاجين فعلا دعم قوي من رجال الاعمال. تمام كابتن محمد، يعني برضو عايز اسال حضرتك سؤال، هل الفتره اللي فاتت ديت حد دعمك؟ يعني قال مثلا ان وقف مع كابتن محمد وندعمه البطوله ديت، ولا انت عشان بطل وعندك وحاسس باللعيبه قلت لا انا لازم هصرف على البطوله مش منتظر منها اي مقابل مادي؟ هو في بدايه الفكره انا ما كنتش منتظر اي مقابل مادي، لان انا عارف ان مش هيكون في مقابل مادي في البدايه، لان نعم. دي لسه فكره جديده وبطوله جديده لسه نعم. بتتكون ولسه تحت الانشاء، فمش من المتوقع ان يكون في عائد مادي. تمام. صحيح. ولا زال الى الان مش العائد المادي هو الهدف نعم. من البطوله. نعم. بالعكس، الهدف من البطوله ان احنا نشجع الشباب ان هم يشاركوا بطولات كبيره داخل بلدهم. نعم. كابتن محمد، برضو يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، هل الفتره اللي جايه زي ما بنشوف بقى في اكسجين والجيمات الكبيره ديت واللي بيعملوا بطولات كبيره زي حضرتك ما بتعمل، هل في كام لاعب كده حضرتك هتدعمهم؟ يعني الجيم هيدعم اللعيبه ديت وقول مثلا حبك اسبونسر ليهم؟ احنا لسه ما بدأناش في حاجه زي كده، لكن باذن الله الخطوه اللي جايه ان احنا هنبدأ نعمل زي بطوله تجريبيه زي اللي كانت اتعملت قريب جدا في بالانس. تمام. ان احنا هنعمل بطوله تجريبيه بنشوف جميل. الخامات بتاعت الشباب اللي عندهم الاستعداد او الحكام شايفين ان هم ممكن يطلعوا يحققوا مراكز باسم مصر بره مصر. تمام. جميل. ونبدا ان احنا ندعمهم في جميل. بطولات محليه وبطولات دوليه. جميل. عايزين بقى رساله من حضرتك لوزير الشباب والرياضه وللحكومه، الناس ازاي دعموا الابطال دي؟ احنا عندنا نماذج مشرفه هي، يعني ما شاء الله شباب كلهم في جامعات، كلهم متفوقين دراسيا، متفوقين في الالعاب الرياضيه. رساله للوزير وهو اكيد بيتابعنا وبيتابع الالعاب الفرديه بتاعتنا، تحب حضرتك توجه له رساله تقول له ايه؟ احب اقول له ان احنا شباب مصر شباب جميل جدا وعنده الاستعداد والطاقه ان هو يكون احسن بكتير جدا من الشباب اللي موجودين بره مصر، بس هم بينقصهم حاجتين، بينقصهم الدعم المادي. تمام. وده اللي انا بطالب الوزير ان هو يدعمنا بحاجه زي كده، ومحتاجين دعم معنوي زي اللي حضرتك بتعمله معانا في البرنامج دلوقتي ده، انا بعتبره دعم معنوي للشباب طبعا. ولكل الابطال اللي شاركوا معانا في البطوله. ده حقكم يا كابتن، ده حقكم والله. الله يبارك. خلينا ناخد ساره من القاهره. اهلا بيك يا ساره، اتفضلي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، اتفضلي. انا ساره بنت خال حسن. ما شاء الله ما شاء الله. ايه رايك في حسن؟ يعني حسن كان نموذج شاب. الو. ايوه مع حضرتك يا فندم، سامعاني؟ ايوه سامع حضرتك. يعني انا فخوره جدا حقيقي بحسن ابن عمتي يعني. تمام، قولي لنا بقى حسن استعداده قبل البطوله كان عامل ازاي؟
حسن في يعني مجتهد جدا، يعني انا بجد بحييه وفخوره فعلا بيه جدا يعني. تمام. وحسن جاب لك هديه يا ساره ولا؟ لا لسه بقى، انا اللي هجيب له هديه، لازم انا اللي اكافئه. يعني حسن خلاص خد الفلوس حوشها وقال خلاص انا يعني ايه، وقفل على نفسه، ما حتى ما عملش، ما جابش تورتايه كده واحتفل وقال يعني. هم جابوا لي الصراحه حتى هو يستاهل كل خير بجد، ربنا ولا فانوس رمضان حتى. ساره احنا بنشكرك على وجودك معانا، والف مبروك لحسن. حسن يعني قول لي، كل الاهل مبسوطين بيك ومبروك الحمد لله، وده يحملك مسؤوليه كبيره جدا ان انت الفتره القادمه عليك عبء جامد. قول لي ازاي بتوفق بين الدراسه وبين التدريب بتاعك شغل وبين البطولات، وشغال كمان يعني ما شاء الله ترينر يعني كمان، يعني انت مدرب وبتدرس وبتجهز البطولات، بتوفق بينهم ازاي؟ اه يعني ربنا بيكرمني الحمد لله، بقدر اخلي الفتره مثلا في تمريني تبقى بعد شغلي او قبل شغلي، وبرده فتره الكورسات مثلا بتاعه الجامعه مع مذاكره بس. ما شاء الله يعني الحمد لله ماشي ما شاء الله. اسلام قول لي يعني برضو انت شغال برضو ولا شغال ايه؟ انا مدرب سباحه اساسا. والله ما شاء الله، يعني انت يعني انت مدرب سباحه، يعني انت في حاجه تانية خالص. مش هنكمل معاك، خلينا بس ناخد التليفون ده. سامي من القاهره، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ انا بحييك وبحيي الرجاله اللي معاك، ورجاله 100 رافعه راس مصر كلها بصراحه. ربنا يحفظك يا استاذ سامي. يعني استاذ سامي انت شايف نماذج مشرفه، ابطال سنهم صغير، جامعيين بيدرسهم بيشتغلهم، وتقول لهم ايه يعني؟ تقول ايه للشاب المصري الجميل اللي انت شايفه ده؟ والله الشباب مفرحه جدا وفرحانين بيها جدا، وانا والد اسلام بالمناسبه يعني. ما شاء الله ما شاء الله. وربنا يخليهم يا رب، هم دول الشباب اللي شباب المستقبل، الشباب اللي بترفع راس مصر كلها بصراحه يعني. انا عايز اقول لك حاجه بيني وبينك يعني يا استاذ سامي. اسلام لو ما كانش فاز وجاب اول واخد فلوس، كنت هتخليه يلعب تاني؟ ده هو يعني دي هوايته، وهو حابب ان هو يلعب بغض النظر لو هو ما خدش الاول كان هيحاول تاني، وان شاء الله بمزيد ان شاء الله من كل حاجه حلوه ان شاء الله. شكرا لحضرتك ولتشجيعك لاسلام، واحنا بنفتخر بيك اب عظيم، يعني ان تطلع لنا نموذج مشرف زي اسلام دي. يعني انا ببقى فخور باولياء الامور اللي بتشجع اولادها على الرياضه، بتشجع اولادها انهم يستمروا في الرياضه، لان دي حاجه مهمه جدا جدا. الشاب بيبقى بعيد عن اي حاجات، احنا بنشوف شباب كتير للاسف مخدرات وبلطجه وحاجات كتيره بنشوفها في الشارع المصري، لكن عايزين نقول يا جماعه ان الشاب المصري بخير، وده نماذج مشرفه موجوده معانا. كابتن محمد عايز بقى اكلمك على المستوى الشخصي بقى، يعني انت بعيد بقى عن البطوله وبعيد عن الجيمات، كابتن محمد بيلاقي وقت فين عشان يقعد مع اسرته مع اولاده؟ ايش حياته؟ تعرف الجيمات والمسؤوليات وانت والبطولات اللي انت كنت بطل طبعا كبير، والتجهيز لبطولات زي كده مش بتاخد وقتك شويه؟ اكيد طبعا بتاخد وقت، ولو ما كانش الناس في البيت سواء زوجه او اهل او ام او كده، اذا ما كانوش متفاهمين الوضع اللي الواحد فيه طبعا هيتعب يعني، لكن هم الحمد لله يعني متفاهمين كويس جدا، ومتوقعين ان ما فيش وقت، وان الحاجات دي بتاخد مجهود وبتاخد وقت زياده عن اللزوم يعني. تمام. كابتن محمد عايزين نتكلم برضو عن احنا الفترة القادمة، بما ان انت بقى فرصة معانا كمدرب كبير وبطل كبير، احنا داخلين على رمضان، كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب. عايزين طيب خلينا ناخد السؤال ده ونكمل مع حضرتك. معانا امل من هنا، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اعتذرك لحسن وكابتن محمد وكابتن اسلام، بقول لهم بالتوفيق ان شاء الله، يا رب احسن واحسن كمان. ربنا يكرمك يا فندم. رايك يا امل، يعني انت شايفه شباب مصري بيلعب لسه صغار السن، يعني حسن عندك كم سنه حسن؟ 22. 22 واسلام 21. 21 شباب صغير جدا.
شايفة الشباب المصري الجميل ده تحب تقول لهم ايه؟ يعني ازاي نقدر نشجع شبابنا ان هم يمارسوا الرياضة ويبقوا ابطال وابطال كبار زي كده؟ اقول لهم استمروا للاحسن واحسن، ويا رب ان شاء الله ان شاء الله ربنا ينصر مصر كده، واشوف شباب مصري احسن كمان وكمان يا رب. شكرا لحضرتك وشكرا على مداخلتك يا امل. شكرا. كابتن محمد اتفضل حضرتك. حضرتك كنت هتسألني حاجة بخصوص رمضان. رمضان يعني احنا طبعا رمضان على ابواب، وعايزين نصيحة للناس العاديين ازاي يمارسوا رياضة في رمضان. والناس اللي خلينا في الناس العاديين الاول، لان اغلب الناس اللي بتشاهدنا دلوقتي الناس العاديين، عايزين نستفيدوا من خبرة حضرتك ان انت قامة كبيرة وموجود معانا النهاردة. ازاي نقول لهم مارسوا رياضة في رمضان؟ ازاي ينظموا البرنامج الغذائي بتاعهم في رمضان؟ انا شايف ان رمضان فرصة كبيرة جدا جدا لاي حد حابب ان هو يبدأ ان هو يمارس رياضة. نعم. يقدر ان هو يبدأ في رمضان، والنتيجة اللي هو يقدر يعملها في رمضان هتبقى اضعاف اللي ممكن يعملها في اي شهر تاني من شهور السنة. والكلام ده خاص بالناس اللي هم عايزين ينزلوا وزن او عايز ان هو يحرق دهون. نعم. مش خاص بالناس اللي هم البادي بيلدينج اللي بيبنوا عضلات والكلام. نعم. ده لان طبعا فترة الصيام دي بتبقى فترة معدل حرق الجسم فيها بيبقى عالي جدا، ففرصة ان هو يقدر يمارس رياضة، بس بتكون رياضة خفيفة، ما بتكونش رياضة بشدة عالية جدا، لان طبعا السكر بيكون في ادنى مستوياته يعني. تمام. هناخد مؤمن ونكمل مع حضرتك. مؤمن من القاهرة اتفضل يا مؤمن. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك يا كابتن اسلام سامي. مؤمن انت قريب اسلام؟ لا انا صاحبه. انت صاحبه. قول لي بقى عن اسلام، يعني اسلام بعد ما خد البطوله بقى ما اتغرش عليكم كده وقال لكم انا بطل بقى وما بردش على التليفونات ومش بيكلم حد؟ لا لا خالص والله، مش الكلام ده. تمام. كنت بشجعه ازاي مؤمن؟ يعني بتقول له ايه قبل البطوله؟ بتشجعه بعد البطوله؟ بعد ما خد البطوله بتقول له ايه كتشجيع لي يعني كانت صاحبه؟ هو اول ما بيحط حاجه في دماغه بينجح فيها، حتى السباحه تمام. تمام. شكرا يا مؤمن، بنشكرك على وجودك معانا. اصحابك مبسوطين بيك يا اسلام؟ انت قلت لي طبعا انت مدرب سباحه وحد جميل. طب ليه هنرجع لسؤالك طبعا يا كابتن محمد، بس انا اخد اسلام في اللقطه ديت. انت ازاي السباحه يعني لعبه رشيقه وجميله، دخلت بقى في البادي بيلدينج طبعا رجيم ودايت وتعب وكده، ازاي حبيت الفيزيك عن السباحه؟ هقول لحضرتك، انا اساسا كنت رفيع جدا. نعم. رفيع جدا قوي يعني، فانا حتى قبل ما ابقى مدرب سباحه انا كنت لايف جارد، كنت منقذ على حمام سباحه. تمام. فكان شكلي قدام الناس كلها انا رفيع يعني رفيع، ورغم اللي كنت برضو شغال كنت مدي شغلي برضو اهتمام وكل حاجة بس رفيع. فجربت حاجات كتير طبعا هي وراثة عندي ان انا ابقى رفيع. جربت بقى اللي هو الجيم، ابتديت ان انا املى ويطلع لي ماسلز دخلت اللعب عشان تزيد عشان البداية ازيد. وبعد كده بقيت شكلي بقى احسن فاحسن، وبعد كده ابتديت اتطور، ابتديت يبقى لي عندي كابتن يوجهني اعمل ايه كده يا كابتن. تمام. خلينا ناخد سارة من المنصورة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مرات كابتن محمد شوقي. يا أهلا بحضرتك. عايزين أستاذة سارة، عايزين نقول لحضرتك يعني كابتن محمد البطل الجميل الوسيم ده، أنت ما بتخافيش عليه يعني يتخطف؟ يعني رياضي ما شاء الله ووسيم وجميل، ما بتخافيش عليه يتخطف؟ جدا حضرتك فوق تتخيل يعني. شوف يعني خايف عليه. انا اتصلت حبيت ابارك له على الهواء على نجاح البطوله. نعم. وهو ما شاء الله تستاهل، هو تعب جدا 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 يعني. نعم. ما حدش يعرف هو كان تعبان قد ايه في تنظيمها، وكان حريص قد ايه انها تبقى فير وان الكل يبقى متراضي، وان شاء الله تبقى من البطولات العالميه قريب ان شاء الله. ان شاء الله. الكابتن محمد نموذج نفتخر بيه يا استاذه ساره، وهو عمل لنا حاجه جميله وبيعمل يعني حاجه بتسعد الشباب يعني. احنا بنبارك له طبعا على نجاح البطوله، انها بطوله ناجحه جدا جدا بكل المقاييس، وبالدليل ان هو موجود معانا النهارده يعني احنا بنستضيفه عشان البطوله ناجحه، وان طلع لنا ابطال ونماذج اول مره يشتركوا في البطوله، ان شاء الله يكونوا حاجات كبيره. بنشكر حضرتك على اتصالك يا فندم. كابتن محمد، عايزين نرجع لحضرتك تاني عن رمضان وعن الرياضه في رمضان. احنا اتكلمت حضرتك عن الرياضه ان هي دي فرصه عظيمه للناس تبدا تمارس الرياضه في رمضان. البرنامج الغذائي بقى،
يعني انت عارف رمضان هيبقى فتره الصيام فتره طويله جدا حوالي اكتر من 16 ساعه، ازاي نقدر نعوض الجسم بالسوائل والحاجات دي فتره الليل؟ طبعا الفتره بتاعه الفطار اللي هي ما بين من الفجر للمغرب، نعم الفتره دي طبعا الجسم المفروض ان هو ياخد فيها كميه سوائل كبيره جدا، ده صحيح، بحيث ان هو يقدر ان هو ما يتاثرش بالفتره الطويله بتاعه الصيام بالظبط كده. ولازم الانسان في الفتره دي كل شخص يحاول، بالذات لو شخص رياضي، يحاول ان هو يدخل جسمه كل مصادر العناصر الغذائيه اللي الجسم بيحتاجها من فيتامينات وبروتينات وسكريات وفواكه، دي هتفيده جدا. تمام. طيب هناخد اتصال معانا ونكمل مع حضرتك كابتن محمد. معانا جمال من القاهره، اتفضل يا جمال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا والد كابتن حسن جمال. ما شاء الله ما شاء الله. عم جمال يعني عايزينك تقول لنا بقى يعني حسن كان بيستعد ازاي قبل البطوله؟ كان كل شويه بيقول لك هات لي فلوس بقى عشان عايز نجيب سبلمنت، وعايز نجيب وهات لي فراخ من الثلاجه فراخ وحاجات كده، كان عامل لك دوشه وصداع ولا كان بيتعامل معاك ازاي قبل البطوله؟ عن طريق مامته والله، هو ما بيتكسف وغضون جدا، يعني ما بيطلبش مني، حتى لو محتاج حاجه ما بيطلبهاش. تمام. طب يعني هو عطاك فلوس حق الاكل ده ولا كبر دماغه؟ لا والله حسن في الخير الحمد لله، وربنا اداني فيه الخير كله اللي انا محتاجه من الدنيا فيه، يعني الحمد لله. ربنا يبارك لك فيه يا عم جمال، ودايما تشجعه. حسن من الابطال الجميله جدا، عايز اقول لحضرتك لازم تهتم بيه، لان حسن هيكون بطل كبير وهيكون ليه شان كبير، وتشوفه ان شاء الله بطل عالم ومعاه كارت الاحتراف قريبا باذن الله ان شاء الله. شكرا لوجودك معنا واتصالك يا عم جمال. شوف الوالد فرحان ازاي، شوف يعني الابهات فرحانه ازاي وفخوره وسعيده ومبسوطه ان انتم عملتوا حاجه، ده برضو يخليكم الفتره اللي جايه ان انتم تستعدوا اكتر، تشدوا حيلكم اكتر، يعني وانتم ابطال الجمال. يعني كابتن محمد خلينا نتكلم على حسن واسلام وكل الابطال، في سته فازوا في البطوله اوائل، مظبوط، وفي تواني وفي توالت، وفي ناس كتيرة طلعت من البطولة بمكاسب أول مرة تشترك. أنا بقول دايما اللي دخل في التوب 10 يعني دايما في المراكز الأولى في العشرة الأوائل هم أبطال. مع الوقت العاشر ده ممكن يبقى أول في يوم من الأيام، وده بيتحقق مع الوقت. يعني أنت يعني شايف الفترة اللي جاية، هل انت هتعمل بطوله باوزان اكتر؟ هل انت هتدخل فئات اكتر في البطوله القادمه ان شاء الله؟ ده بالفعل ان شاء الله احنا بنخطط له، ان احنا البطوله اللي جايه والبطولات اللي جايه كلها ان شاء الله هنحاول ان احنا نزود عدد الفئات، والبطوله مش هتكون ابدا يوم واحد علشان ما يتكررش اللي حصل ده من تمام. ضغط المشتركين هتكون بحيث نكون واخدين راحتنا، وهتكون البطوله على يومين. تمام. هناخد حنان من القاهرة، اتفضلي يا حنان. الو، اتفضلي يا فندم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك مدام حنان خالد اسلام. يا اهلا بحضرتك يا فندم. استاذة حنان قولي لنا، يعني اسلام كان نموذج مشرف وبطل جميل، انت شفتي ده ازاي؟ يعني انت كنت متوقعة فوز اسلام؟ بصراحة هو تعب كتير قوي، هو تعب كتير قوي حضرتك، وحاول كتير ان هو يوصل المركز دوت، والحمد لله ربنا وفقه وربنا حقق امله واملنا الحمد لله. تمام. اسلام يعني احكي لنا عن اسلام، معاملته معاكم ازاي، مع الاهل مع الجيران؟ والله هو بني ادم بسيط جدا وطلباته قليله جدا، يعني وبيعتمد على نفسه ومكافح ما شاء الله ما شاء الله. شكرا لحضرتك يا استاذه حنان، ودايما بالتوفيق لاسلام. اعزائي المشاهدين هنطلع لتمرينه مهمه جدا للسيدات، وهي تمرينه للبطن، وهنرجع مع ضيوفنا مره ثانيه.
دلوقتي هنشتغل عدة تمارين بطن مهمة جدا للعضلات اللي فوق والعضلات اللي تحت. هنعمل التمرين الواحد، كل تمرين هنعمله 10 عدات ورا بعض، وبعدين هنريح 30 ثانية ل 40 ثانية بالكثير، وبعدين هنعيد نفس المجموعة تاني. نبتدي دلوقتي. اوكي. كده نكون خلصنا اول مجموعه اللي هي بتتكرر اربع مرات، ف 10 ل 20 عده على حسب ما تقدر. تمام، زي ما احنا لعبنا هناك ابس، احنا دلوقتي هنلعب على الباك اكستنشن، لان دي الابس والباك اكستنشن هي العضله المقابله ليها، فاحنا بنلعب ده كمان عشان نعمل زي سبورت كده للماسل، اللي هو يحصل بالانس بين الماسل دي والماسل دي، عشان ما يبقاش في حد ظهره راجع لورا قوي كده، او حد بطنه تكون طالعه لقدام كده. فانا دلوقتي هوريكم ازاي تشتغلوا على الباك اكستنشن. لازم رجليك الاثنين يبقوا مقابلين لبعض، ما ينفعش رجل هنا ورجل مثلا هنا، الاثنين يبقوا مقابلين للبتاعتين دول. وبعدين لازم دول يبقوا عند الاوبليك، عند الماسل دي، ما ينفعش يبقوا تحت ولا يبقوا فوق كمان. تمام، تمسك في الاثنين دول، وبعدين بتنزل للاخر كده وشك لقدام، وبتطلع بالظبط هنا، بتنزل للاخر، مش للاخر قوي، في النص، وبتطلع هنا. بتحس حتى بشده في اللور باك، لازم هتحس بالشده دي. بتنزل، لازم وشك يكون قدام، وبتطلع، تنزل، تطلع. المسكه دي للبيجنرز طبعا، يعني الناس اللي بيبقى صعب عليها ان هي تعمل كده، تظبط نزلتها وطلعتها، لازم تمسك هنا. تمام، اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ومتواصلين مع الابطال كابتن محمد شوقي والكابتن اسلام والكابتن حسن. منورين. نور كابتن محمد. يا اهلا بيك كابتن محمد. هنرجع لك لسؤال مهم جدا. هل الانتقادات اللي كانت بتوجه للاوائل اللي هم خدوا اوائل في البطوله، ليه توجهت لهم انتقادات؟ يعني رغم ان احنا في ابطال منهم كتير الاوائل دول اخدوا اوائل بعد بطولتك على طول في الدول اللي بره، ليه توجهت انتقادات للابطال دي؟ زي ما قلت لحضرتك، كل واحد طالع على الستيج عامل حسابه ان هو هياخد المركز الاول. تمام. نظره الحكم بتكون غير نظره اللاعب. شباب عايزين لقطه من البطوله برضو تبقى موجوده معانا. اتفضل اتفضل كابتن محمد. دايما نظره اللاعب لنفسه غير نظره الحكم ليه. تمام. الحكم ليه نظره، هو عارف هو هل جسمه ده مناسب للفئه اللي هو داخلها او مش مناسب، هل في افضل منه او لا. البطوله كان فيها منافسه شديده جدا. تمام. وكان في مستويات. تمام. حلوه كتير جدا. تمام. متقاربه من بعضها. تمام. فده كان عبء كبير جدا على لجنه التحكيم، لكن الحمد لله يعني انا الناس كانت بتنتقد الناس اللي اخذت المراكز الاولى عندنا، وكانوا بيقولوا لا كان في ناس من حقهم ان هم ياخدوا المراكز دي كانوا افضل منهم، لكن الحكام ما انتبهوش لحاجه زي كده. تمام.
احنا اتفاجئنا ان نفس الناس دي لما طلعوا بعدها باسبوع طلعوا لعبوا في بطوله العين في الامارات، هم نفس الاوائل اللي اخذوا عندنا مراكز اولى، هم نفسهم اللي اخذوا المراكز الاولى في. ما عندناش مشكله في التحكيم، اذا احنا ما عندناش مشكله يعني. هي نفس المقاييس الدوليه، مش مقاييسنا احنا ولا مقاييسهم هم. بالظبط. رغم ان الحكام اللي كانوا بيحكموا حسن بوند ده بطل عالمي، اشرف فتوح بطل عالمي، كابتن محمد سامي ده راجل جاي من الاتحاد وحكم دولي وراجل مفاوض من الاتحاد وحكم دولي، هو حكم دولي وحكم اغلب البطولات في مصر اللي هي البطولات الخاصه كلها. انا هقول لحضرتك على حاجه، هي لجنه التحكيم لما اتشكلت هي ما اتشكلتش بشكل عشوائي. تمام. هي كان مقصود كل واحد جاي اللجنه هو مقصود. طب هناخد حسام من القاهره ونكمل معاك كابتن محمد. حسام اهلا بيك. اهلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بحضرتك حسام بزوجتي حسن. يا اهلا وسهلا بحضرتك استاذ حسام. اهلا وسهلا بحضرتك. انا كنت حابب اهني حسن بصراحه المجهود اللي عمله الفتره اللي فاتت دي كلها عشان البطوله. والله ربنا يحفظك استاذ حسام، وعايزين تشجيعك دايما لحسن، لان حسن بطل جميل وبطل ليه مستقبل كبير يعني ان شاء الله. طبعا ان شاء الله، ده مشرفنا والله. ومن غير اي حاجة، هو حسن ما بيعتمد على نفسه في كل حاجة ما شاء الله، ومجتهد جدا، وربنا يعني بيكافئه على طول ان شاء الله. يعني شوف حضرتك، اول بطولة ينزل ويكسب اول، ده دليل ان خامته جميلة، عامل وراسي بتاعه جميل. كان كابتن محمد شوي بيتكلم السيمترية ليها دور مهم. هو مؤهل ان يبقى بطل عالمي ويبقى بطل في مكانة كبيرة جدا، فلازم تشجيعكم ليه هو اللي هيخلي حسن يستمر ان شاء الله. ان شاء الله هو مجتهد، وان شاء الله ان شاء الله من بطوله لبطوله ان شاء الله، ونجاح على طول باذنك يا رب. شكرا لمداخلتك يا استاذ حسام. شكرا يا فندم لمداخلتك. اتفضل يا كابتن محمد. فنرجع يعني لموضوع لجنه التحكيم. يعني اشرف فتوح انت قلت اللي اختارت بعنايه، يعني ما اختارتش عشوائي. اتفضل. ده حقيقي فعلا. نفس اللجنه اللي موجوده السنه دي هي نفسها اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت. تمام. بطل زي كابتن حسن بوند، هو لما انا اخترته علشان يكون موجود في لجنة التحكيم، انا اخترته على اسس يعني. ده بطل فيزيك، كان جميل. بطل ارنولد كلاسيك. نعم. وبعد كده اخد السنة اللي فاتت او السنة دي اخد كارت احتراف فئة الماسكولر فيزيك. تمام. فطبعا الحكم لما بيكون هو اصلا لاعب، تمام، بيقدر ان هو بيبقى حاسس باللاعب اللي واقف قدامه على الاستيج، ومستحيل ان هو يظلمه. تمام. او يديله نتيجة مش من حقه. وحسن لعب بطولات كتيرة يعني بالزبط. مش لسه مش وليد النهارده يعني. بالظبط، ده حقيقي. واشرف فتوح، كابتن اشرف فتوح طبعا دبليو بي اف اف كبير برضه، هو معاه كارت احتراف وهو. تمام. بطل في فئه الماسل موديل. تمام. فبما ان احنا عندنا هي دي الفئات اللي هي الماسل موديل والفيزيك، فاحنا جبنا حد متخصص في الماسل موديل وجبنا حد متخصص ومحترف في الفيزيك. وطبعا الكابتن محمد سامي هو غني عن التعريف، هو ممثل الاتحاد وهو رئيس لجنه التحكيم، وكان بيحكم في احمد علي، وكان بيحكم في بالانس، وكان بيحكم في كل البطولات والفرعين، بطوله الفرعين لو قيمت، كل البطولات كان بيحكم فيها. عايزين يعني نقول برضو، هل الاتحاد سهل لكم الامور ووقف معاكم ودعم البطوله، ولا الاتحاد كان عائق في البطوله وما اهتمش بالبطوله؟ احنا ما شفناش المهندس سامي بشير كان موجود في البطوله اصلا، ما شفناش حد من الاتحاد. هل الاتحاد كان عائق في البطوله، ولا الاتحاد دعم البطوله ووقف مع البطوله؟ انا في البدايه بحب احيي جدا دكتور عادل فهيم على المجهود العظيم اللي هو بذله معانا في البطوله دي والبطوله اللي فاتت وفي كل البطولات اللي بتتلعب في مصر. هو حقيقي فعلا بيدعم اللعبه دي يعني بكل ما يملك من قوه. ده حقيقة. ده حقيقة. وطبعا بشكر الباشمهندس سامي بشير برضو على مجهوده العظيم، وكنت اتمنى ان هم يكونوا موجودين معانا في البطوله، لكن هم اعتذروا. يعني كل الامور اللي كانت مقابلانا من تسهيلات وتصريحات عن طريق الاتحاد، الحمد لله كلها كانت متيسره جدا وكانوا مسهلينها لنا جدا. تمام. حد كلمك بعد البطوله من الاتحاد قال لك البطوله كانت ناجحه، البطوله كان فيها مشاكل، البطوله مش عارف ايه؟ هل اي تليفونات جات لك من الاتحاد بعد البطوله؟ لا، هم اتصلوا طبعا يشكروا الناس على البطوله. تمام. ويشكروا الابطال على المجهود العظيم اللي هم عملوه، وبيتمنوا لنا التوفيق. هو الاتحاد حقيقي برئاسه الدكتور عادل فهيم بيحاول ان هو
جهيدا ان هو يدعم كل الناس اللي بتقف جنب الابطال وتعمل بطولات كبيره وسهل لهم الامور، وانا متابع ده بنفسي، واحنا بنشكرهم طبعا كل الشكر على وقوفهم مع كل الناس اللي بتعمل بطولات وبتدعم الابطال. خلينا ناخد عصام من القاهره. اهلا بك عصام، اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا بحضرتك يا كابتن، انا جوز خاله اسلام. يا اهلا بحضرتك، يا اهلا وسهلا. جوز عمه اسلام، انا اسف، انا جوز عمته وبسلم عليكم كلكم طبعا. ربنا يخليك، ربنا يحفظك. الف مبروك لاسلام، وبشكر شكر خاص طبعا للكابتن محمد شوقي ان هو يهتم بالاشبال دول، دي حاجه محترمه ان هو يفكر في الناس اللي هي الصاعده دي، على اساس ربنا يكرمهم كده ان شاء الله ويكون سبب في نجاحهم وسبب في اهتمام الدوله بيهم، لان دول رياضه من الرياضات المهمشه في مصر اصلا. عم عصام، عايز اقول لك يعني اني اسلام حد جميل وبطل، وان شاء الله له مستقبل كبير باذن الله، ودعمكم ليه ووقوفكم جنبه هيبقى حاجه كبيره ان شاء الله في الفتره القادمه باذن الله. ان شاء الله رب العالمين، وبدعم حضرتك طبعا ودعم الكابتن محمد شوقي، وسلامي للكابتن حسن برضو على فوز بالمركز الاول. ربنا يحفظك. عم عصام، بس سؤال اخير، انت جوز عمته ولا جوز خالته؟ لا انا جوز عمته، بس اتلفنت وانت وحيد طبعا ان انا اشوف اسلام في المركز ده، وانا جوز عمته. يعني انت متاكد؟ عشان بس احنا بنحط المكافئات دلوقتي. والله المكافئات اللي اول بالدين، يعني مفيش مشكله على حد المكافئه. بنشكر حضرتك على اتصالك بينا يا عم عصام، ربنا يحفظك ويبارك فيك. اسلام، يعني قول لي، كل الاهل مهتمين وكل الناس مهتمين، ايه الطموح اللي انت بتفكر فيه الفتره القادمه؟ عايزين الاول بس نعرف مين مسلك الاعلى من الابطال محليا وعالميا. والله يعني انا مش عارف اقول لك ايه، بس هو كابتن ورداني يعني هو الامل. بعدت خالص، ورداني دي بادي بيلدر يعني. انا عارف والله. يعني انا نفسي اساسا ابقى بادي بيلدنج. لا ان شاء الله، انت يعني انت خلاص زدت وبقيت حاجه كويسه، بتخليك في الفيزيك احسن، انت مؤهل وحاجة كويسة يعني، ومعاك اسماعيل بندق يعني خبير في كابتن كابتن. نعم نعم. حسن، قول لي يعني في رمضان هيكون تمرينك ازاي؟ بتجهز؟ هل انت في بطولات قريب هتجهز لها؟ المفروض يعني في بالانس ان شاء الله. تمام. الواحد هيبتدي يعني يجهز لها من نص رمضان او من بداية رمضان. تمام كده يعني. تمام، يعني انت في بالانس ان شاء الله بعد رمضان، وفي احمد علي بعد كده، وفي بطولات كتير يعني ان شاء الله. في كذا بطوله يعني ان شاء الله تستمر وتبقى حاجه جامده جدا. كابتن محمد، يعني سؤال الاخير لحضرتك، عايزين تقول لنا يعني هل في البطولات القادمه لحضرتك؟ طب خلينا ناخد السؤال ده ونكمل مع حضرتك. اهلا معانا الاستاذ عبير من القاهره، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مامك اسلام كريم حضرتك؟ حضرتك مامة اسلام؟ ايوه يا فندم. يا اهلا بحضرتك يا فندم، الف مبروك لاسلام. الله يبارك في حضرتك، وانا ببارك لهم هما الاثنين، وبقول لهم الف الف مبروك، ومن الاحسن للاحسن ان شاء الله، متقدم للتقدم، وربنا يا ربي معاهم ان شاء الله. مدام عبير، يعني عايز اسالك بس سؤال يعني بيني وبينك كده، يعني اسلام جاب لك هديه بعد، انت طبعا اول اسلام في البيت قلت له هات الفلوس عشان اشيلها عشان ايه ما حدش يشوفها، ولا انت سبتيه وهو جاب لك هديه وضحك عليك وخلاص وعدى الموضوع؟ والله انا احسن هديه ليا ان انا اشوفه دايما ناجح، من الاحسن من الاحسن، دي احسن هديه لاي ام في الدنيا تشوف ابنها احسن واحد في الدنيا كلها. ده صحيح، ده صحيح. ربنا، انت عندك اولاد غير اسلام؟ عندي ولدين غيره. بيلعبهم برضو ولا اسلام بس اللي في الرياضه؟ لا ده انا عندي اسلام بس، هو بصراحه اللي رياضي ودايما بيجر اخوه اللي هو الاصغر منه ده زيه كده، بس بصراحه ما فيش عندي الا اسلام، هو اللي ربنا يبارك في عمره يا رب ان شاء الله. انت شجعيهم كلهم على الرياضه، الرياضه مهمه حضرتك، واسلام مثل كمان ليهم اهوت، ومثل يحتذى به، لازم لازم ايوه طبعا لازم تشجعيهم ان يبقوا رياضيين، ربنا يخليهم لك يا ربي. واسلام حد جميل ان شاء الله، تشوفيه بطل عالم وتشوفيه احسن حد في الدنيا باذن الله. فعلا اسلام حد جميل قوي 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 قوي، وانا بفتخر بيه قوي قوي قوي، ومش قادر اقول لك يعني لو ما كانش كنت قلت اسلام ابني ده احط تاج فوق راسي اصلا. ربنا يحفظك يا فندم، شكرا لحضرتك وشكرا على مداخلتك. كلام كبير يا اسلام، يعني
لازم تكون قد المسؤوليه ديت. يعني الام دي حاجه عظيمه جدا جدا. شوف تقول لك انا عايز احطه فوق دماغي يعني. هم اللي وقفوا جنبي اساسا. ربنا يبارك لك فيهم، ربنا يبارك لك فيهم. كابتن محمد، يعني سؤال اخير، البطوله القادمه ان شاء الله اللي هتقوم بتجهيزها، هل هنشوف فيها العاب اخرى غير الفيزيك؟ يعني نشوف كمال اجسام، نشوف العاب فرديه اخرى زي القوه البدنيه، الظرافه العسكريه، يعني هل هنشوف ده في الفترات القادمه؟ باذن الله احنا بنخطط ان البطولات القادمه باذن الله هيكون فيها بودي بيلدينج، على عكس كل اللي فات احنا كنا بعيد خالص عن البادي بيلدينج. بس احنا من كتر ما الناس عندها خلط ما بين الماسل موديل والبادي بيلدينج، لان الفروق بينهم مش ما بتكونش كبيره قوي، فاحنا هنخلي فيه بادي بيلدينج عشان الناس تبقى واضح قدامها ايه الفرق ما بين البادي بيلدينج والماسل موديل. تمام باذن الله. تمام. حسن، حابب تقول حاجه؟ لا، حابب يعني اشكر حضرتك واشكر كابتن محمد وبارك الاسلام، ربنا يحفظك. ربنا يكرمك ان شاء الله. تقول حاجه؟ والله يا كوتش، انا فرحان قوي ومبسوط ان انا مع حضرتك هنا، وطبعا انا الناس كلها اللي ساعدتني، ناس كتير قوي ساعدتني ووقفت جنبي، الكابتن اللي انا بتدرب عنده في الجيم كابتن غريب طبعا. نعم. ده على راسي كابتن. نعم. احمد ماجد. نعم. طبعا كابتن بندق ده فوق دماغي طبعا. حبيبي بالتوفيق، وانا بشكركم، وانا كنت فخور جدا وسعيد جدا انا قاعد معاكم النهارده، وانا داعم لكم. انتوا عارفين احنا عاملين البرنامج الرياضي ده داعم للابطال وداعم للكابتن محمد شوقي طبعا، الراجل العظيم ده اللي بيعمل لنا بطولات بتسعدنا وبتسعد الشباب اللي زيكم. شكرا لك كابتن محمد على وجودك معانا النهارده، وشرفتنا ونورتنا، ودايما باذن الله تعمل لنا بطولات كبيره. انا بقول لك استمر مهما تكون الانتقادات، لا انت ناجح، ودايما لما بتوجه الانتقادات ده انت ناجح، بطوله ناجحه جدا جدا جدا. دعمت ابطال كتير، ابطال اول مره يخرجوا، ان شاء الله هنشوفهم ابطال عالم بعد كده، وهيكون الفضل لله ثم لحضرتك على اهتمامك بالابطال ده. شكرا كابتن محمد على وجودك معنا النهارده. شكرا ليك، شكرا يا حسن، شكرا يا اسلام. اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا النهارده. انا بشكر قناه الصحه والجمال، بشكر كل القائمين عليها حقيقه، يعني ان بتحل لنا الفرصه العظيمه ديت ان نشوف نماذج مشرفه زي الابطال ديت لاول مره بنشوفها. ان شاء الله في الفترات القادمه هتشوفوا بقى حاجات عن رمضان والتدريبات في رمضان، وهتشوفوا نماذج كبار السن ازاي بيلعبوا رياضه، وازاي ان الرياضه بتعالج امراض السكر، وازاي ان الرياضه مهمه جدا للسيدات للاطفال. كل ده هتشوفوه في برنامجنا. انا بشكر طبعا مخرجنا الجميل الاستاذ شكري، بشكر فريق الاعداد استاذ علي عمر استاذ احمد عطا، بشكر حضراتكم على حسن الاستماع، وان شاء الله تنتظرونا في حلقات قادمه باذن الله. شكرا لحضراتكم.